طبعا الملك هو الملك واحدة من كلاسيكيات المسرح المصري، وتم تقديمها عدة مرات بصيغ وبفرق أو بممثلين ونجوم مختلفين، ولكنها من أهم الأعمال اللي احنا بنناقشها في هذه الفقرة، فقرة استلهام التراث الشعبي والسير الذاتية وفكرة الحكواتي وغيرها من مفردات في المسرح المصري. بيسعدنا أن يكون معانا الناقد المسرحي الأستاذ محمد الروبي، رئيس تحرير مجلة مسرحنا. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. الملك هو الملك، طالما بدأنا بها، يعني ما هي عناصر التراث الشعبي فيها وكيف تم استلهامها، وما هي التيمة الأساسية التي أراد الكاتب الكبير السوري الراحل سعد الله ونوس أن يقولها في عمله؟ أولا اسمح لي بس أقول لك كل سنة كل طيب، سنة وانت طيب أستاذ والمشاهدين كل محمد، سنة طيبين. مشرفنا. الله يحفظك يا رب. وأنا سعيد الحقيقة إن أنتم بتطرحوا هذا الموضوع الآن، يعني دي تحية شكرا. لقناتكم ولبرنامجك الجميل والتلفزيون المصري، إنه لأنها قضية مهمة جدا. والملك هو الملك، شوف، هو الراحل العظيم سعد الله ونوس كان مهموم طول الوقت من بداياته، يعني من أول حفلة سمر من أجل 5 حزيران وكده، مهموم بعلاقة المسرح بالناس بالجمهور، فدائم البحث عن ما يمكن أن يجعله أكثر وصولا للناس بشكل أبسط، وفي نفس الوقت يقول من خلال هذه البساطة رسالة عميقة، رسالة تندرج تحت الوعي والتنوير، وإنه يبقى احنا مش بنستلم التراث علشان نحطه في متحف أو نعيش في أجواءه، لكن علشان نتعلم منه. على سبيل المثال الملك هو الملك، هو بياخد قصة رفيعة جدا عابرة جدا في العمل العظيم بتاع ألف ليلة وليلة، وبيصيغها في إطار مسرحي كان مهموم قوي سعد الله في الوقت ده، بانه زي جيله زي جيل اللي قبله، هنتكلم على ده اذا جات لنا فرصه، انه ازاي نستفيد من تراثنا، مش بس القصصي وتراثنا الحكي، لكن ايضا تراثنا الشكل، شكل الاداء المسرحي، على اعتبار زي ما حضرتك اكيد عارف انه كانت بعد هزيمه 67 والهزه اللي حصلت في المجتمع العربي، وبدا مثقفي الوطن العربي يتساءلوا الاسئله المشروعه زي في اي انتكاسه بيمر بها اي مجتمع، اسئله من قبيل من نحن؟ يا ترى احنا عرب؟ يا ترى احنا مصريين بالمعنى الفرعوني؟ يا ترى احنا مزيج؟ يا طب ايه اللي حصل لنا؟ طب ما تيجي، يمكن علشان ما كناش واخدين بالنا من نفسنا قوي، طب ما تيجي كل على حدة، يعني بدون اتفاق. وكان صاحب الدعوة الأساسية الحقيقة، يعني حتى يرد الحق إلى أصحابه، هو الرائد العظيم يوسف إدريس. يوسف إدريس كتب 3 مقالات في مجلة الكاتب وتحت عنوان نحو مسرح مصري، واتجمعت هذه المقالات وبقت في كتاب نحو مسرح عربي. و كان بيشاور يوسف باختصار شديد انه المسرح مش بس الشكل الغربي اللي احنا نعرفه، ما هواش الشكل اللي تصدر لنا مع الحملة الفرنسية ثم وما تلاها، يعني لكن لكل مجتمع، هكذا كان يرى يوسف ادريس وهو على حق، انه لكل مجتمع طريقته في التمسرح، هو سماها كده التمسرح، وان التمسرح ده ظاهرة اجتماعية. وبدأ يدور يوسف ايه الشكل الملائم للمجتمع المصري ومن ثم المجتمع العربي، وحط ايده على حاجة اسمها السامر الفلاحي. السامر الفلاحي اغلب طبعا مشاهدينا دلوقتي ما يعرفوش، هو كان احتفالية في ليلة حصاد الزراعة الاهم وهي القطن، وفرحة الفلاحين بهذا الجني الجميل، بيعملوا احتفالية عبارة عن الجرن بتاع البلدة أو القرية اللي هو بيجمع فيها الحصاد أيا كان نوعه، وبيتسامروا
يتسمروا بقى من اول انه يبقى في مغني، يبقى في صييت، يبقى في راقصه، يبقى في، وده بقى الاهم اللي حطه يوسف ادريس تحت ميكروسكوبه، يبقى في نوع من التمثيل، التقليد سميه، التمسرح سميه، معتمد على شخصيه اساسيه وهي الفرفور. الفرفور هو شخصية مصرية بامتياز، وده بيتوافر في مجموعة خصائص كده، من أهمها أنه خفيف الظل، خفيف الحركة، سليط اللسان، يعرف ينتقل من حكاية إلى أخرى ببراعة، شبيب الأراجوز يعني، شبيب الأراجوز لكن آدمي. تمام. كويس؟ يوسف خد هذا الشكل وقال طب ما الله، طب ما احنا عندنا هذا الشكل المسرحي البسيط جداً اللي بقاله عشرات الالاف من السنين اكيد، ما ممكن يبقى ده مسرحنا. جميل. وحاول يوسف الحقيقه وبين اقواس لم ينجح بشكل جيد، خلينا نقول التطبيق في نظريته دي. هو عمل نظريه مهمه جدا، اهمها في نظريه التمثيل او الفرفور او الفرفره. وقعد بقى يقول لنا الممثل الفرفور ده يبقى عنده استعداد يخرج ويدخل ازاي، يتقمص ثم يبقى في مسافه بينه وهكذا، وقدمها في نص الفرافير كمان. بالظبط، هو ده بقى التطبيق اللي حاول يوسف ادريس يعمله، جدلي ما بينه وما بين السيد يعني. بالظبط. العبد والسيد والبتاع، لكن يوسف رغم هذا البحث عن الوسيله الامثل والابسط للوصول للناس، وقع في مأزق انه تناول قضيه فلسفيه. يعني صحيح. واخد بالك. لكن لو عوده للملك والملك، ما اتكلمناش عن ايه التيمه اللي هو كان عايز، ايه الرساله اللي عايز يقولها. ما انا هقول لحضرتك. انا كنت بس بحاول اعمل. تمام. جميل. بعد يوسف ادريس ظهرت، يعني تلقف كثير من المسرحيين في مصر والوطن العربي هذه الدعوة، وكأنهم اكتشفوا كنز. وبدأ كل منهم وفي بلاد متعددة من الوطن العربي وعلى رأسها مصر، المغرب العربي بأنواعه والعراق، يبحثوا مسرحي الشباب بقى في الوقت ده، يبحثوا في دعوة يوسف إدريس. فظهرت بقى أشكال زي مسرح الحلقة، مسرح السامر، سرادق نفسه. مسرح السامر اللي الدولة عملته بالاسم. بالظبط. بالظبط. وبدأ كل واحد، ظهر بقى جيل اللي هو جيل سعد الله بعد شوية، يعني نقدر نقول الجيل التالي. ويقابله هنا في مصر بقى هتلاقي مثلا يسر الجندي، محمد ابو العلا السلموني واخرين. وسعد الله اميل الى الرساله السياسيه. هو عايز يقول ويبدو بقى من العنوان نفسه، الملك هو الملك، بمعنى ان من يجلس على كرسي العرش ايا من كان فهو ملك. عارف مقوله مات الملك عاش الملك؟ بين خلال حدوتة بسيطة قوي، ملك بيتراهن هو ونديمه اللي هو وزيره، يعني انه هينزل يتعسس ويشوف متنكرا، وبيختار حد من دهماء هذا الشعب، يكاد يكون يعني مهمش بلغة العصر، صعلوك، وبياخده وينيمه في القصر، وبيتفرج، بيتنقل هنا بقى وهنا بقى الـ 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 الحنكة المسرحية بقى. التمثيل داخل التمثيل بقى. بلغة براندلو لكن على الطريقة العربية، بيتفرج معانا الملك والوزير على ماذا سيفعل هذا الصعلوك حينما يجد نفسه فجأة ملكا، وماذا وهو الأهم، أو كيف وهو الأهم، سيتصرف أهل البلاط مع هذا الملك. فالمفاجأة أن الجميع بيتعاملوا مع هذا الصعلوك على أنه الملك. لدرجة أنه بعد شوية هيصاب الملك الحقيقي بشبه، لأن اللعبة هي بدأت لعبة، لكن بدأت تتطور 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 تتطور، هنا تداخل ما بين العالم الحقيقي والوهمي. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. وعشان كده بتعتبر هذه المسرحية من
أيقونات المسرح العربي. صحيح. وأنا بحيي تقديمك ليها لأنها بقت علامة بذل فيها سعد الله ونوس من بحثه العلمي في عالم التراث، وأيضا بحثه العلمي في المسرح العالمي، اللي خلاه قادر يعمل توليفة تخصه هو، يقلدها بعد كده ناس كتير قوي. صحيح. في العالم العربي وفي مصر طبعا، وفي سوريا وفي العراق والمغرب وغيرها. لكن الرسالة الأساسية زي ما بقول لحضرتك هي يا ترى الملك هو لأنه ملك تكوينه يعني، ولا لأنه يجلس على عرش أو يمسك صولغان وتحيط به حاشية هي تدين للعرش أكثر مما تدين للشخص، هي تدين للرمز أكثر مما تدين للشخص، أيا من كان سيجلس على هذا المكان نحن له مطيعين إذا صح ذلك. أستاذ محمد الروبي، إيه أكتر مسرحية يعني بعد الملك والملك بتستشعر فيها نجاح في استلهام التراث الشعبي، في استلهام السير الشعبية؟ والله كتير يا طارق. يعني أنا عاوز أقولك سواء في مستوى المسرح المصري أو حتى على مستوى المسرح العربي، المسرح العربي. يعني مثلا على مستوى المسرح المصري أنا لا أستطيع أبدا أبدا أتجاهل تجربة العظيم ربنا يديله الصحة يسري الجندي في الهلالية، والعرض اللي قدمه تحديدا عبد الرحمن الشافعي ربنا يديله الصحة لأول مرة عن الهلالية. الهلالية هي مأخوذة زي ما بيقول اسمها من سيرة بني هلال. كويس. لكن سيرة بني هلال اللي أكيد حضرتك عارف هي سيرة ملحمية ضخمة جدا جدا جدا، أجزائها كثيرة ورواتها كثيرة، وبذل يسري الجندي جهد بحثي خارق علشان تحول هذا العالم الممتد إلى عرض مسرحي سيتحدد بزمان أيا كان مدة العرض. يعني في الآخر العرض المسرحي لن يتجاوز الساعتين. هنا بقى بيبرع الكاتب في أنه بيختار إيه وبيختار أي لحظة وإيه السؤال اللي طرحه على نفسه وبالتالي طرحه على الجمهور من خلال هذه السيرة. عشان كده يسري لجأ لحيلة، وهي أنه اللوحة الأولى في المسرحية هم يستدعيهم من الجحيم. إذن هو من أول لحظة بيعمل عقد مع المتفرج أو المتلقي سواء كان متفرجا أو قارئا أن هؤلاء مستدعين منين؟ من الجحيم. إذن هو حاطط من أول لحظة كروس على الجميع. صحيح. كل الشخصيات أبو زيد الهلالي، دياب، الملك، الجازية، يونس، عزيزة، كل أفراد. الهدف إيه؟ الهدف أنه أننا جميعا مذنبون، مذنبون بقدر أو بآخر. آه. وأن ما حاق بنا من دمار لا يمكن تحميله لشخص واحد. أو لأشخاص. لكننا كل بقدر ساهم في الجريمة، في هذه الجريمة، وهي جريمة إيه؟ الفرقة. 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 والمصلحة الشخصية حينما تطغى على المصلحة العامة. ووهم إنه الخلاص الفردي، إنه إن في لحظة كده مع انتكاسات المجتمعات قد يتصور البعض إنه خلاصه الفردي يمكن أن ينجيه، فيكتشف أنه محاولته للخلاص الفردي هي تأكيد للجريمة، ثم سيأتي الدور، سيأتي الدور لا مناص. وبالتالي الدعوة بقى المبطنة هي لا حل إلا بالجماعية، بالجماعية، بالوحدة. طيب خليني، أنت فتحت لي حاجات جميلة أستاذ محمد روبي. خليني أسألك، هل في السياق يعني في التراث الشعبي والحكايات الشعبية، هل تكرار فكرة الحب المستحيل، الخيانة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الوطني، بنشوف ده في شفيقة ومتولي، بنشوف ده في أدهم الشرقاوي وخيانة بدران، وفي الظاهر بيبرس، في الظاهر بيبرس، هل هذه التكرارية يعني صدفة، ولا الحكي الشعبي
كان معني بفكرة إدانة الخيانة على المستوى الوطني، إدانتها على المستوى الفردي، فكرة الإعلاء من قيمة الشرف، سواء الشرف المرأة أو شرف الوطن، وفكرة إن الاقتراب من السلطة بنلاقيه حتى في مسرح والنوس، في مغامرة رأس المملوك جابر، صحيح. دائما محفوف بالموت أو القتل أو صحيح صحيح. يعني هل دي صدفة في السير الشعبية، في الحكي شوف. الشعبي؟ أنا بشكرك جدا على هذا السؤال، وزي ما أنت حضرتك بتقول إن أنا فتحت لك، أنت كمان الحقيقة طارق بيه فتحت لي سؤال بأمانة، يعني لأنه يعني كل تقريبا السير الشعبية أو حتى المواويل الشعبية هتلاقيها فعلا فعلا لا تخرج عن نطاق إدانة الخيانة، حلم نقول ايه الوحده، صحيح، ادانه خلاص الفردي كويس. يعني حدي مثلا مثال قد يبدو للبعض انه بعض مثقفينا يعني، وربما يبقوا محقين اذا اعتمدوا على البحث التاريخي الموثق، لكن هم ناسين ان البحث التاريخي، ان التاريخ يكتبه الحاكم، يكتبه المنتصر والحاكم والرسمي، الشعبي لا. يعني مثلا اللي كنت عايز اضربه ادهم الشرقاوي. نعم. ادهم الشرقاوي الوثائق والمش عارف الكلام المثقفين وربما محاضر الشرطه بتقول انه ولد شقي قاطع طريق، وانه الهاله اللي انتوا عاملينها دي، انا تقديري ان ده كلام طبيعي ان يخرج من المحاضر الرسميه، يعني ما تروح تعمل محضر في الشرطه ضد واحد زي ادهم الشرقاوي مش هتقول انه مقاوم احتلال، واخد بالك، هتقول لا ده حرامي وده سارق وده زي ما بيحصل طول الوقت وفي كل مجتمع. لكن لا يجمع ولا تجمع جماعه شعبيه على شخص او على قيمه الا اذا كانت صحيحه. الله، لا يمكن. ليه؟ وحضرتك عارف أكتر مني أن الحكاية الشعبية ليس لها صاحب. أيوة. صاحب بمعنى الفرد، يعني بمعنى مؤلف، مؤلف محدد. وبالتالي لو الحكاية دي أو الموال ده أو الأغنية الشعبية دي أو السيرة دي بتتردد كل هذه السنوات وعبر كل هذه المناطق بهذا الفهم، لا يجمع، مرة أخرى، لا تجمع الجماعة الشعبية على شخص أو على قيمة إلا إذا كانت صحيحة أو على فكرة. يا أستاذ محمد، طبعا أدهم الشرقاوي في حد ذاته فكرة بالزبط للعدالة الاجتماعية المنتقصة. بالظبط. وحديك مثل تاني حضرتك، يعني مثلا إحنا في التاريخ نعرف إن في ظاهر بيبرس، مش كده؟ وفي مقابل ليه قطز. مش كده؟ تمام. وربما يبقى تاريخيا قطز هو اللي افترض انه اجدر بانه هو اللي حقق الانتصار الاخير على المغول والتتار وكده، مش كده؟ صحيح. ليه الشعب، ليه الجماعه الشعبيه احتفت بالظاهر بيبرس؟ هنا لازم احنا نقف بقى، احنا كمثقفين لا نتعالى على هذا الامر. احنا اللي نبحث هم ليه احتفوا بالظاهر بيبرس لدرجه ان خلدوه في حكايه شعبيه تعيش حتى الان. ليه يا استاذ محمد؟ مش كده، بقول لك بالتاكيد كان زي ما حضرتك اشرت، كان رمزا لشيء ما، زي صلاح الدين الايوبي مثلا. رمز، معلش عفوا مقاطعة، رمز لشيء ما، هو هنا في السير الشعبيه اللي بيعيش قوي جوه وجدان البسطاء، هو الرمز الذي يحاول تحقيق الخير او الحق او العدل ثم يهزم او يقتل؟ مش بالضروره طبعا، واخد بالك، لكن ايه، هي الهزيمه والقتل بتديله هاله تقربنا شويه من مفهوم البطل التراجيدي في الحضاره الاغريقيه وفي المسرح الاغريقي، اللي هو ايه، انك باللغه الشعبيه بقى يا عيني عليه يا كبدي. أيوه. علي، مش كده؟ بالظبط. انه رغم كل هذا الإخلاص والنبل حتى أخطاءه، فهي أخطاء نبيلة، صحيح، مش أخطاء شريرة، واخد بالك، ده اللي يخلط، ده اللي يبقى. أيوه. وتبقى الناس تقول، عارف المصمصة الشفاة دي وهي بتحكي عنه، هي بتقول الحسرة. بالظبط. انه لو كمل، لو يعني لو في زمن الحكايات الشعبية، دعني اقول هذا بوضوح، جمال عبد الناصر كان ممكن
ان يطرح عنه حكايه شعبيه بنفس المنطق اللي هو الايه الخطا. يعني اذا كانت له اخطاء فهي اخطاء نبيله، وخد بالك مش اخطاء شريره، نعم نحن نعترف انها اخطاء ولكنها اخطاء صادره عن كان نفسي وفشلت. هتلاقي ده بقى ابو زيد الهلالي ينطبق عليه. ده اللي يفسر خروج الناس مثلا، يعني تطالب ببقائه في السلطه رغم الهزيمه العسكريه مثلا، او تخرج في الجنازه، او الجنازه الخروج ده يعني الجنازة. يعني اذا اذا خدنا المقوله الشهيره يعني لاحد اوليائنا الصالحين لما قال بيننا وبينكم الجنازات، دي مقوله صحيحه جدا. ليه؟ لان الجنازه انت لا تخرج اليها الا مدفوعا بحب. انت مش مجبر تخرج في جنازه حد، مش كده؟ مش مجبر. الفرح ممكن لانه عايش، صحيح. يعني عارف المثل بتاع يعني كلب العمده مات، طب العمده نفسه مات، ما تلاقيش حد في عزاه. طب ان تخرج هذه الجماهير بهذا الكم على مستوى هذا الوطن بامتداده لهذا الشخص اللي مهزوم من انت سنوات. انت حضرتك برضو اثرت نقطه تخليني اسالك، يعني انت اتكلمت عن الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، بس اعتماد الجماعه الشعبيه على فكره المخلص والبطل، سواء كان هذا البطل بطل واقعي زي ما حضرتك ذكرت عبد الناصر او ادهم الشرقاوي او حتى اي بطل بيبرس اخر اي حد، اليس لهذا يعني خطوره شديده في فكره اعتماد الجماعه على مخلص دائما او بطل فرد؟ وده ممكن ياخر تحقيق امال الجماهير دي نفسها. هقول لك، حتى لو كان ذلك صحيحا فهو الواقع، مش كده؟ طيب مش عندك بس في الحضاره الاغريقيه مثلا، هناك دائما ايه؟ بطل فرد يلتف حوله المجموع. ها، وربما ثقه فيهم ها يمنحوه صفه الالوهيه، خد بالك. يعني علشان يبقى فيه بس سبب احنا ليه بس حضرتك ماشي، يعني ده زمن مضى. ما انا عارف احنا هنا ما زلنا في نفس لا الايمان بالبطل الفرد. لا ما انا هقول لك ما انا بقول لك انا بفكر معاك بصوت عالي، يعني ما عنديش بامانه يعني وبشكرك على ده، يعني ما عنديش اجابات حاسمه، لكن بقول لك ربما يبقى ده احساس انساني انك في الاخر محتاج قائد، خد بالك. القائد ده بقى والله منحاز للجماهير، الجماهير بتحطه فوق راسها لدرجة التخليد عبر حكايات شعبية تعيش، صحيح. ومن يجرؤ بقى يلغي سيرة بني هلال، من يجرؤ يلغي البطل الشعبي لا يموت في وجدان الجماهير أبدا، خد بالك. صحيح. انت ممكن تناقش الحكاية الشعبية بقى في أعمال مسرحية، صحيح، خد بالك. ده دورك انك وتطرح فيه السؤال ده، ليه يا جماعه انتم مصرين على انه يبقى فيه، ما هو ده خلينا الحلم الجماعي من حققه جماعه. ممكن هو ده الجدل بقى اللي بيعمله المسرحي او الفنان بشكل عام، واخد بالك. مره تانية هرجع للكاتب الجميل يسري الجندي في مسرحيته يا عنتره، هو كان بيناقش اللي انت بتقوله ده بالظبط. يعني المسرحيه اللي كتبها يسري الجندي الحقيقه هي إدانة العنترة من جانب، وإدانة لمن يصرون على الاعتماد على عنترة. هو يدين عنترة في ايه؟ ان عنترة كان يبحث عن الخلاص الفردي. نعم. عنترة كانت كل مشكلته في الحياه ايه؟ انه عايز يتجوز، عايز ينتمي الى الساده، الى الساده، لانه يعني حتى لو كان لوحده ابن. لذلك هو عمل ايه بقى يسري؟ بنى المسرحيه بطلها الاساسي عنترة، ها، وصديق له هو المرايه بقى. هو اللي بيقول له في جمله شهيره جدا في هذه المسرحيه، بيقول له عنترة: اللعب مع الساده جد خطير. صحيح، بيقول له كده عنترة، خلي بالك. صحيح، انت رايح لمهلكك، دي منطقه اللي يخشها انت عايز تبقى من الساده، انت مش عايز تحرر العبيد. اه، فهوش سبارتاكوس. ايوه، سبارتاكوس، انت فاهم؟ لا، ده هو عايز يبقى السيد كما انتم اسياد، معتمد على انه ابن سيد، وانه القدر بس اهداه لون يطيح به الى صفه العبيد. ها، لكنكم تلجؤون الي لما بيبقى فيه
هجوم على القبيلة لأني الأقوى، لأني الأبرع في استخدام السيف، لأني لأني لأني. حتى بنتكم اللي هي بنت عمي بتضنوا عليا بها وبيدهالوا أو بيوعدوا بها بمنطق شروط تعجيزية، شروط مستحيلة اروح اللي اعمل هي كده. ايه لو عايز تيجي للمنطقة دي حبيبي يعني بالبلدي كده، لو عايز تيجي لنا دي في شروط، يعني اولا تسيبك من كل الرعاع اللي انت معاهم، تبقى مع السادة. يسري بقى كان بارع، وهنا عودة لسؤالك انه كان بيناقش، خلي بالكو، عنترة مش بس فارس وقوي ويضرب بالسيف يمين يقتله 100 ويضرب بالسيف شمال يقتله 1000، لا، خلي بالكم، حلم عنترة لا يجب أن يسيطر علينا، لكن فكرة صديق عنترة اللي هي إيه بقى؟ الخلاص الجمعي. ناقش الفكرتين بالظبط كده، وانحاز كمان فكره الخلاص الجماعي زي ما حضرتك اشرت بالظبط، او عايز زي ما انت قلت كده في برنامج، هو بيقولها بقى في فن انه لا، خلي بالكم، الاعتماد على المخلص الفرد لن يكون السبيل الصحيح لنهضه اي مجتمع. واحيانا يعني الخلاص الجماعي استاذ محمد الروبي لا يجد الرأس المطابقة لي في فترة زمنية معينة، فلا يؤدي إلى تحقيق التغيير المنشور. تمام، عشان كده في جزء يعني خلينا نسميه يعني اللقاء مع القدر. عارف أقصد هنا أن تتوافر، أنا بس عفوا المقدر، أنا أقصد هنا أنه لا غناء عن يعني لا غناء عن القائد كما وصفته طبعاً أنت بجانب المجموع او الخلاص بقى الجماعي كما ذكرت انت ايضا. بالظبط، ان في شروط. في لو شروط تحققت، وده نادر، ويلتقوا الاثنين. بالظبط، نادر. يعني زي ما قال ايه في لقاء مع القدر، عارف التعبير ده، ان في شويه حاجات تتجمع مع بعض في لحظه استثنائيه جدا، يسموها قدريه جدا، فتخلق هذا الايه القائد. لذلك مش كل مراحل الحياة فيها هذا القائد الاستثنائي. صحيح. ده على 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 سنوات طويلة جدا. يعني صلاح الدين يطلع، وبعدين وبعد شوية محمد علي كمان ممكن تعتبره من هذا النوع. صحيح. بأخطاء وبعدين جمال عبد الناصر، وبعدين يعني ما هياش لحظات تتكرر كثيرا في عالم المجتمع، عشان كده تخلد. صحيح. يعني المتكرر لا يخلد. لا يخلد إلا الإيه؟ الاستثنائي. إلا الاستثنائي. صحيح. أهم أعمال تناولت أيضا السيرة الشعبية، تتذكر مثلا في مغامرة رأس المملوك جابر كان فيه دور للراوي والحكاوي. ما هو اللي خلينا نتفق يا أستاذ على أنه استخدام التراث في المسرح لا يقف فقط على استخدام المادة القصصية، ولكن أيضا وهو الأهم الحقيقة في وجهة نظري، البحث في الشكل. الشكل زي ما عمل يوسف. صحيح. زي ما عملوا إخواننا بتوع مسرح الحلقة. زي ما عملوا إخواننا بتوع مسرح السرادق. صالح سعد الله يرحمه. زي ما عملوا المغاربة في بياناتهم المتعددة وكده. لكن التراث ده متعدد الأشكال والأنواع، في منها المحكي، تمام، في منها الشكلي، واخد بالك، في يعني الشكل ده بقى رقصة، طريقة في الأداء، استخدام خاص مثلا لفكرة الدمى، زي الأراجوز عندنا، لكن عند ناس تانية حاجة تانية. انت بقى كفنان وكمسرحي انت مهموم ليه باستخدام التراث؟ أول ما يبقى، وهنا بقى أنا بحذر حقيقة، يعني إذا سمحت لي يعني اتفضل بحذر، أول ما يبقى اهتمامك بالتراث بمعنى أنه حلية، تروح المتحف على طول. أخد بالك؟ يعني مش كل من قدم رقص التنورة، صحيح، مش كل من قدم أراجوز، مش كل من قدم خيال ظل هو يصنع مسرحا معتمدا على التراث. لا، انت انا ممكن احطك في انت بتستخدم حليات سياحية تراثيه من اجل متفرج أجنبي غربي. مش كده؟ صحيح. لا، الصدق مع الذات يقول ايه، انا ببحث في التراث مش من اجل
التراث في حد ذاته، ولكن من أجل البحث عن هوية لمسرحي تخصني أنا بالظبط، لمجتمعي كمان لمجتمعي، عبر الفن بقى. وتوظيف التراث للحظة الآنية، بالظبط كده، أنا مش رايح للتراث علشان أغيب في التراث أو عشان أحكي حواديت عن خالص. عنترة وعن لا لا أدهم لا لا الشرقاوي. خالص خالص. وعشان كده بقول لك إزاي يسري تناول، إزاي سعد الله تناول، إزاي ألفريد تناول، إزاي صحيح. أبو العلا السلموني تناول، واخد بالك؟ حتى تمام. التاريخ المكتوب، يعني مين قال ان التاريخ المكتوب ده هو كتاب مقدس لابد ان نصدق؟ ناقشه، صحيح. وده عمله اكتر من مسرحي الحقيقه، منهم ابو العلا. ايه اكتر مسرحيه من المسرحيات اللي استلهمت التراث الشعبي ترى ان هي مناسبه للحظه الانيه، اعاده تقديمها والله كتير، برؤيه ب... هقول لك اه والله كتير، لكن اقول انه الهلاليه. وبالمناسبه كمان لنفس الكاتب يا عنتر، يا عنتر. لأنه أنت عايش لحظة، خلينا أقول، وده تعبير علمي يعني، حالة طبيعية بعد ثورتين، المجتمع المصري تحديدا كبار، حصلت رجة في المجتمع كلنا لمسينها، هذه الرجة طبيعية جدا، فبتعمل حالة من الميوعة، وده تعبير علمي مش صحيح. اخلاقي، صحيح. بتعمل حاله من الميوعه في المجتمع، ما بتبقاش بتهزلك ثوابت، وبتهزلك الله هو ولا هذه الاهتزازات. الفنان بقى باعتباره طليعه مجتمعه، هو المطالب رقم واحد بانه يا اما يرجع للتراث عشان يقول خلي بالكم، ما احنا صحيح. عندنا التجارب دي انتم متصورين انها جديده، صحيح، ان الهزه دي جديده، الهزه دي الطبيعيه يا اخوانا، حصلت في الحكايه الفلانيه سنه كذا وبتاع، او حصلت في الحكايه الوهميه الشعبيه، واخد كذا، بالك، وهكذا واحيل منها الى للحظه الواقع الانيه، علشان ايه؟ اعمل ما يسموه مقاربه او علماء مقارنه. لا، علماء الاجتماع ليهم تعبير جميل قوي اسمه سائل التمازج، حتى لا يجف هذا السائل. جميل، سائل التمازج. اذا جف هذا السائل انهارت المجتمعات. ناقد المسرحي الأستاذ محمد روبي ورئيس تحرير مجلة مسرحنا، الحقيقة أنا استمتعت بهذا الحوار، ويعني وكان حوار يعني بيخلق أسئلته، يعني من إجاباته تتخلق أسئلة جديدة وفي متعة خاصة، وخرجنا منه بأشياء بالفعل جميلة بتمس واقعنا وبتمس تراثنا، ونتمنى انه مسرحيين يعني يهتموا باستلهام التراث ويقدموه بالسائل الذي يمزج الماضي باللحظة الآنية ويستشرف المستقبل أيضا. ولا بد أن نذكر جملة سعد الله ونوس رحمه الله، هذا الكاتب السوري المتميز، نحن محكومون بالأمل. أترككم لفرقة ميدو بشير وفاصل موسيقي، ثم تأتيكم زميلتي فاطمة السردي، وما زلنا مع السيرة الشعبية والتراث الشعبي.